السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروط التوبة يتوبة دمو مسفرتال الله ወንጀልህን የሰራውን መጥፎ ወንጀል ወደ خير ይቀይርልህ ዘንድ የጠጣውን ቢራ ወንደ ጠጣ አድርጎ ይጽፍልህ ማለት እኮ ይተግባባን እንዴ ያደርግልህ ዘንድ ሸርጥ አለው አለ ዑለሞች ሶስት ሸርጥ አለው ከአላህ ጋር የተያዘ ሶስት አንደኛው አራተኛው ሸርጥ ከሰው ልጆች ጋር የተያዘ ወንጀል ካለ አራተኛ ሸርጥ አለ መስፈርት ምታማለው የመጀመሪያው ሸርጥ الاول الاقلاء عن الذنب ከምትሰራ ወንጀል መራቅ ይተግባባን የመጀመሪያው ሸርጥ ምንድነው ከምትሰራ ወንጀል መራቅ خمر تتطى يهونال يامقوم بريبا تنغد تبلا يهونال يامقوم منجر لي حرام سيتا يهونال يامقوم اكلا فلكك بلا موطات معنات كذا مولو لمولو مليت تغبابا كمت سرا ونجل مولو لمولو مراق يي يمجمرياو مسفرتنا ثانيها ولتنياو العزم على عدم العوده لا لمملس عز ቁራጥ ውሳኔ ወደ መጠጣት ኸምር አትመለስ ሶላት ሱብሂ የተኛ ጧት አንድ ሰዓት ላይ ከመስገድ ማቆ ላለመመለስ መወሰን አዝም ሚለው ከባድ ኦሉ ለአዝም የሚባሉት ለዛ ነው የከባባድ ስሜት ባለቤቶች ማለት አዝም ቁርጥ ላለመመለስ ወደዛው እንጂ ላለመመለስ ቁራጥ ውሳኔ ግልጽ ነው የመራ መስፈርት ሁለተኛው ሶስተኛው ግን የትምርቱ ማናው ራስ ይሄ ይመስለኛል አብዛኞቻችን ያልተረዳነው የተውበት ሶስተኛው ሸርጥ ይህ ሸርጥ ምንድነው አንደም አብዛኞቻችን የወጣንበት መስፈርት ነደም ያን ወንጀል አስተውሰ ልቅስ ማለት ያ ረብ ይግፍርልኝ መሰሰት ያ ወንጀል ትዚ ሲል የጠጣው ቢራ አስተግፍሩላህ العظيم ነደም ቢራው መጠጣት ማቆም ላለ መጠጣት መወሰን ብቻ አይደለም መሰሰት ይመስፈርተው ዋን ዑለማ ምን ይላሉ الصادق في توبته ትክክለኛ ተውባጅ ነደምን ያሟላ ማለት لا يزال ذنبه نصب عينيه ወንጀሉ አይኑ ላይ የማይጠፋ ነው خائفا منه مشفقا ከዛ ወንጀል ሁሌ እንደፈራ እንደተዘሰተ ባኪያ እንዳለቀሰ ትዝ ሲለው ወንጀሉ استغفر الله يا رب ይካሉነ ወንድሞች አልተሟላም ተውበታች እንደገና ቁጭ ብለን ተጅዲድ ማድረግ አለብን بيت كوتش بلا استغفر الله يا رب يا اني تطاوت متت يا ناتي دي امسكوات يا اني شيخين يسدبكوت استغفر الله العظيم كوتش بلا ونجلون استاوسه مسست يتوبه شرط يي كغدله شرطه غلوان اتمار سفيان الثوري تلقو امام من يلالو جلست يوما اعد ذنوبي عندي بيتي كوتش الكنا ወንጀልን መቁጠር ጀመርኩ ነደም ያረኳ فقلت لنفسي لنفسي بيانك تلقى الله يا سفيان يسالك عن ذنب ذنب انت سفيان ايهن ወንጀሉ ላይ ዛላ ፍት ልትቀርብ ነው ስለ ያንዳንዱ ወንጀል ሊጠይቅህ ኮኖ الله ستقيف امامه يسالك عن واحد واحد ስለ ያንዳንዱ الله ይጠይቃል እንዴ መውጫ የለም والله ثم قال سفيان الثوري من لك ذا وهلا هذا ما تذكرته يا سفيان فكيف بما احصاه الله ونسيته انت سفيان ايه انت استاوسكو بانت يما استاوس شنو تاستاوسكو انت رستهو الله يصفو وانجل حسا بزو من او بزو انجل كلنا 90 81 اللي يسرى له انجل تزيلنا رستهو مين رسخ له بهدت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وندع الموازين القسط فتهوي ونميزاني كمتال هلوم بتكري داني بتال كذابها لسفيان الثوري من يلالو فجلست أتذكر عمري سنة سنة قجبي إدمين ياندان دوان عمت مستن تنجمر كلام يا الله أهين التوبة مالت ندم مالت ياندان دوان سماني أندلي اندي سرو استغفر الله يا رب ጸጸት
እየተግባባን ወንድሞች ይሄ ቀደም ያልኳችሁ መስፈርት በዋዛ ላይ ሆን ይችላል እዚሁ ቦታ ላይ ሆነ መተውበት ይችላል ያ ሰው 70 ሺህ ማለር እንዴት ተውበተው አንተ እዚሁ ማሉን አስተግፍሩላህ ያ አብ ንስተጢ ብዙ حرامዎች አሉ والله እኔ መዚህ ልናገር እንጂ اللهم ያቀው ብዙ ወንጀል አለብን والله ከዛ ሱፊያን الثوري ምን ይላሉ ፈለማ አንተሃይቱ قمت خفيفا ይላሉ በቃ استغفار አርግያ እንዳንዱን አመቴን አስተውሽ ከተውበትኩ በኋላ سنነሳ ቀለለኛሉ ትክሻይ ይሁን ይሄ وزرنا ووضعنا عنك وزرك شكمنا ወንጀል እንዲያስሩ ሚዛን ለቀቀኛል ሶላት ላይ ነሻጣ ታገኛለህ ይሄ ከወንጀል ስሰደ ቁርአን ይጣፍጣል አዲያም ቢነው ምን ዘንቻችንን ቁርአን ለማዝም ቢያለ አንድሱም በመቅራት ተራራ ማውጣት ይሆንብን ነው በቀን ውስጥ ይሁን አስሩ ያዘ ወንጀል አለ ለዛ ነው ፎዶይል ኢብኑ ዒያድ የሚባሉ ታላቅ ዓሊም ምን ይላሉ አንተ ይላሉ ቀን መጾም ለሊት ቂያመለይ መቆም ካልቻልክ ወንጀል አስሩ ነው ይላሉ ድፍቶ ነው በቀዛው ተጭኖ ነው የምታደረው ስለዚህ ندم يجدنا لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما رواه احمد وغيره امام احمد ان قال له بزغب تزغب علي ان ندم توبه الى مسست يتوبه شرط راسه مسست مملس نو الى ندم قچ بلا استغفر الله عند راسيت من تلالش مسلاچو بزو غزي وانجل استنورا الله ببشك يا ذاتنا ملسو شفا ستات አዳናت الله سبحانه وتعالى ستدن كن ወደ الله መመለስ እንዳለባት ወሰነች ከዛ ምን ትላለች ታሪኳን ስትናገር كنت ابكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله كنت بي مالقس جمرو لالفني لاملطني يا نبي صلى الله عليه وسلم نا يا الله فكر سبحان الله وارى تلك الايام التي قضيتها بعيده عن الله عز وجل كالله زند رقي ያሳለፍኳቸውን ቀኖች ያስታውስ አማልቀስ ጀመርኩ ትላለች ከተባቾች ምል kitab ላይ ነው ያነሳው ኢንሻአላ ስለዚህ ندم شرط مسست الله سبحانه وتعالى እንዲመረን مسست ይሄ ندم من شروط التوبه ني ወንድሞች እየተግባባን ኢንሻአላ ندمን የሚቃረነው አሉ ዑለማ ሲናገሩ مسستን አንድ የሚቃረን ነገር አለ ሁላችን ያላስተዋል ያ ምንድነው ሰውየው መጠጥ ይጠጣ ነበር ከ10 አመት በፊት መጠጡን ተብቶ ተቀምጦ ያለ ሰውየው መጠጥ ሰውሽ ሲጠጡ ሲያዩ እሱ የመጠጣት ፊሊንጉ ስሜቱ ከተቀሰቀሰ አልተወበተም ሐላወቱ ذاك الذنب የዛ ወንጀል ጥፍጥና ውስጡ ከመጣ ተውበት ይቀራዋል ማለት ተግባባ ባልና ይሄ ዱርዬዎች ተቃቅፈው ሲሄዱ አንተ ድሮ የዛሬ 20 አመት አቅፋስ ተደይ ነበርችው ሴት ጥፍጥናው ትዝ ካለ ወንጀሉን አልተማርክም ማለት ነደም ያን ስታይም ትላል አልহামዱሊላህ እንደዚህ የተልከሰከስኩ ሰከረተል መውት መጥቶ ቢቢያንስ እንዲ ቢቢራ ጠርሙስ እንዳቀፍኩ አላህ ይዞ ቢውን ይትልገባ ነበር አልহামዱሊላህ الذي نجانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ከነዚህ እነሱን ከፈተነበት እኛን ሰላም ያደረገን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ማለት አለብን ነደም መሰጸት ማለት ይሄ ነው አንዱ ሰለፍ ምን ይላል መሰላችሁ ከሰለፎች ከሰሃባዎች ውስጥ ምን ይላል አንዴ ወንዝ ዳርቻ ላይ እንቅልፉ መጣውና ተጋድሞ እየተኛ ምን አለ من اسمع عندك يا علام الغيوب سميك انت زند ما انه ميبال انت روق اواقي جيتا يونك كالله زند سمعك ما انه انينا ون الله سبحانه وتعالى كلا يودتاچ سي ما انه ميلي عبد صالح تقي بار ملكامو دغو نو ميلني ويس فاجر عاصي منافق ما نو ميلني الله ني سماچون طيقو من اسمي عندك يا علام الغيوب سمي انت زند ما نو ما نو والله كلاتشن طيق يغبال ما نو سميني الله زند وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب وانجلين اسمن تادرغني هون انت وانجلوچ ماريون كو جيتا ያያችሁ ምን ታደርገኝ ይሁን ይሄ ነው የሰለፎች ባህሪ ይሄ የሆነሽ ነገር መለባበስ ብቻ ጀልብ ይያደለም ሐላቸው ይህ ነው ምን ትሰራኝ ይሁን ጌታዬ ምንድነው መውጫዬ ንገረኝ ጌታዬ
ይህ ነደም ይባላል ኢንሻአላህ ለዛ ነው ገጣሚው ምን ይላል ኢላሂ ለስቱ ልልፍርደውሲ አህለን ወላ አቅዋ አላ ናሪ ልጅሒሚ ፈሀብሊ ተውበተን ወግፊር ዝኑቢ ፈኢነከ ጋፊሩ ዘንብ ልዓዛሚ ጌታዬ አለ ኢላሂ አንተ ጌታዬ ለስቱ ልልፍርደውሲ አህለን የፊርደውስ ነኝ እንዳልል አደለውም ለዛ ስራዬ ሳይሆን የማሸሸ የተውለከለከ ነው ወላ አቅዋ አላ ናሪ ልጅሒሚ ጀሃነም ላይ ብትለኝ ደግሞ አይሆንልኝም ጌታዬ ፈሀብሊ ተውበተን ማህርታ አንስተኝ ወግፊር ዘኑቢ ወንጀል የማረኝ ፈኢነከ ጋፊሩ ዘንብ ልዓዛሚ አንተ እኮ ወንጀሎችን ትላልቅ ማሪሆን ጌታ ነ ማረኝ ጌታዬ ነደም ማለት ይህ ነው ዑለማ ምን አሉ አድነን ነደም ትንሿ መጸጸት የሚባለው ማልቀስ ወንጀልን ትዝ ሲል ቤት ቁጭ ብለ እስኪ ወላሂ እንሞክር ይህ ነደም የሚባል የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው ወላሂ የራሱ ይሁን ጥፍጥና አለው አላህን ብቻን አንድ ቤት ተዘጋና አስተግፍሩከ ያ ረብ ጌታዬ ማረኝ እባክህ የራሱ ይሁን ጥፍጥና አለው ያለቅስ ያ ከሪም ፍር ወላሂ የራሱ ይሁን ሐላ እና አድነ ነደም ልታለቅስ ነው ይህን ካልቻልክስ አሉ ውስጥህ ዓለም ሊሰማ ነው ቁጭት አስተግፍሩላህ እየተግባባ ነው አሊያ ደግሞ በምን ይገለጻል አሉ ወንጀል ክን አስተውሰ አላህ ያ ወንጀል እንዲመረ ሰደቃ መስጠት 10 ብር ታወጣና የሰራትን የሆነች ዘንብ አስተውሰ አላሁም ማግፊር ሊ ብለ መስጠት ግልጽ ነው ኢንሻአላህ አንድ ነማዚጅ ሰጣችኋል ሰለፎች እንዴት ይጸጸቱ ሰሃቦች እንደነበር አንድ ታሪክ ልንገራችሁ በጣም ይገርማል ሐዲሱን ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው እቺ በጸጸቷ በጣም የምትታወቀው ሰሃባ ናት ስሟ ማን ይባላል ጋሚዲያ ትባላለች ጋሚዲያ ሙስሊም የቀራችሁ ሰዎች ታሪኳን ታቋት ይሆን እቺ ሴት ሰሃቢይ ናት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባ ናት ሰሃቢይ አግብታ ነው የምትኖረው ከነብዩ እጅ ላይ ነው የሰለመችው እስልምና ነው የተቀበለችው እቺ ሰሃቢይ ዚና ላይ ትወድቃለች ሱብሃንአላህ ሰሃቢይ ናት ግን ዚና ላይ ወደቀች ምነው እነሱ ምንደኛ ሰዎች ናቸው የሚለዩት እነሱ ወንጀል ሲሰሩ ቶሎ ይመለሳሉ እኛ እዛው ላይ ነን ዘውትረው هذا الفرق እነሱ ቶሎ ነው የሚመለሱት ዚና ላይ ወደቀችና ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني اصدني الله ملكتኛ አለቻቸው በምን እንደምን ያጸዷ ታቃላችሁ በምንድን ነው የሚያጸዷት ቀጥቀጣ አስገድለኝ ማለት ዚና አግብቶ ዚና የሰራ ሰው ሐዱ ቅጣቱ ምንድነው ተከትቅጦ በድንጋይ መገደል አፈር ይቆፈርለታል ስለገቡ በድንጋይ ተመቶ ይሞታል አላህ ይምረዋል እንዳለው እንጀል ጠህርኒ አጽዳኝ አለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝ አይደሉ ሰለዋት ረቢ ወተስሊማቱ አለይህ ምን አሉ فقال ويحك ارجعي واستغفر الله ተመለሽ ወደ አላህ ተብቻሏት እሷም እንዳለች ታቃላችሁ መቶበት ቆይ በቃፍ ነው ቤቷ ገብታ አስተግፍሩላህ ብትል ባሏ ሳያቅ ነብዩ ሳያቅ ህዝቡ ሳያቅ ትችል ነበር አላህ ይምራታል ኢንሻአላህ ያሁን ሶስቱ መስፈርት ካሟላት ይሄ ይበቃኝ ማለት እሱ ይመሰሰቷ فقالت يا رسول الله انت يا الله ملكتني وي اراك تردني كما رددت معز بن مالك معز بن مالك اندملسكو لتملسي تفلقاله وي አልቀጣሽም ብለ አልቀጣሽም ብለ ልትመልሰይ ነው والله اني لحبلا من الزنا فطهرني يا نبي الله እኔ ከዚና አርግጃለሁ አጽዳይ ነው ምለ ከዛ ነብዩም ተገረሙ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አንቺ እኮ አንቺ ከዚና አርግዘሻል قالت نعم او አርግጃለሁ አጽዳይ سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم قالت ارجعي حتى تضعي ما في بطنك تملشي لجون ያረገሽው ወስተወልጁ ነይ አላት ስብሃንአላህ ራሷን ለነብዩ አጋለጠች ዚና እንደሰራች ባሏ አወቀ አላይሽም ዲናት ነው አገር አወቀባት ሙስሊሙ ማህበረሰብ አወቀባት ወላኪን ተጥሂር አውላ እሷ ግን የፈለገችው አገር የፈለገኝ ነው እኔ መጥሃር መጽዳት ነው ፈልጋለች ከዛ በኋላ 9 ወሩን እያለቀሰች እየነደመች ቆየችና በ9 ወሩ ልጇን ለይዛው መጣች سبحان الله وقالت كنبي صلى الله عليه وسلم فيتكم اجنا هو ذا قد وضعته فطهرني يا رسول الله
ይሄ ወልጄዋለሁ አንተ ያላህ መልእክተኛው አጽራኝ አጽዳኝ ባክ ስምንት ወር እየተከዘች ነብዩ ሙሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏት በይ ተመለሽ ተመለሽ ርጂዒ ወአርዲዒ ሐታ ተፍጥኒ ተመለሽ ጡት ሲጥል ምግብ መብላት ሲጀምር ይዘሽው ነው ያለው ላኢላሃ ኢላላህ አንድ ሰው ምግብ መብላት ህፃን የሚያቆምበት ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ አለል አከል ሁለት ዓመት ይፈልጋል ይዘ ጡትቶ ምግብ ለመጀመር ዑለሞች ምን ይላሉ ሁለት ዓመት አሳለፈች ቤት ቁጭ ብላ እያለቀሰች እየተጸጸተች ተግባባ ሁለት ዓመት ከቆየች በኋላ ሄሊፃው መጣች ሄሊፃ ልጅ መብላት መጀመሩ ልታሳይ ዳቦ እጁ ላይ ቁራሽ አስዘዋለች ይላል ዳቦ ቁራሽ አሳዘችና ይዛው መጣችና هو ذا يا نبي الله قد فطمت واكل الطعام فطهرني يا رسول الله سبحان الله يا نبي الله ايوطو تاقومال مبلات جمروال اصدني سبحان سو نديت سوستامت يا الله نبي صلى الله عليه وسلم عندي ستلاچو مملالسون سايو حصان ليش تقبلونا لاند انصار ستوت كانصار غساوچوس ከዛም ለሷ ጉድጓድ ተቆፈረላት እዚህ በታሽ ገባች ሙስሊሙ እየከተከተ ይገላስ ጀመር በድንጋይ ይወረወሩ ልክ ከመጣቱ üst አንዱ ማን ነበር خالد ابن وليد ነበር በድንጋይ ሲመታት ደሟ ተፈናጥሮ እሱ ጋር ነረጨው فسبها وشتمها يسدبات يزلفات ገባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር አሉና مهلا يا خالد توبك انت خالد فوالذي نفس محمد بيده لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم الساقون يتوبتك يتملسك ومملس لأند هزب بالنهاك كفافلون ببكاك تقول بابا كل السوستامة تسستامتا كونو راسو عندي أقالتا بسواتي هونك كزام نبي صلى الله عليه وسلم سجر ربات إذن وندموك توبة ندم شرط مسست قچ بلا يا رب اغفر لي هين يا رجن اندهون يانن فضل ناغنيال سويو 40 عام سايمولاو صلات سايسجد 40 عام كمولاو يتوبت الشرط كامولا الله 40 عامتون مولو اند سجد يصفلتا يين فضل لماغيت متتصصت يا رب استغفر الله 40 عام يالسجدكوت 3 عام 4 عام يالفي صلات استغفر الله قچ بلا مسست الله سبحانه وتعالى يانن ود خير صفوا الله عليه مسفرتو ثلاثه شرطوچ يهنو يلالو يه انغدي باند باريان باريانا با الله سبحانه وتعالى مكاكل ياله كهونن اشي كبني ادم غا تسسر كالو سونجل تكبابا لمثالي سو امتا لي يقول يشلال يي كالله بستجربا كسوش جوش غام يازالي ونجل አለም የሰው ንብረት ሰርቀን ቀምተን ሊሆን ይችላል ይህ ከማን ጋር ያይዛል ከሰውሽ ንብረት ጋር ነው የሚያዘው ይህ ደግሞ ሌላ አራተኛ ሸርጥ ያስፈልጋል አለ ዑለማ እንበል ለምሳሌ አንድ ሌባ ሰው የሰው ብር ሲሰርቀ ከረመ ሰው ቅድም ያላቸው 3 መስፈርት አሟላ ከመስረቁ ወንጀል አቆመ አልሰርቅም ብሎ ወሰነ ሁለተኛ ላይመለስ አዘመ አላ ያዑድ ላይመለስ ቁርጥ ውሳኔ ውስጥ ገባ ተግባባ ሶስተኛ በነደም አለቀሰ እንዴት ሰርቃለሁ ብሎ አለቀሰ ከአላህ ዘንድ ያለው ይሄ ይማራል ግን ሲሰርቃቸው የነበራቸው ሰዎች ብር ካልመለሰ ወንጀሉ በጥያቄ ይስር ነው መስፈርቱ እየገባችሁ ያነ በአላህና በአንተ ዚና ብትሰራ በአንተና በአላህ ውስጥ ያለው ወንጀል ነው አላህ አንተ ተውብታለ ይምራሃል ተግባባ ሶላት ተብቶን አላህን ማረይ ትለዋል ለይመረ ይችላል የሰው ንብረት ወስደ ከሆነስ አራተኛ ሸርጥ አለ ወይ ወንደሞቼ የተግባባን ኢንሻአላህ አራተኛው ሸርጥ ምንድነው ሐቃቸው ልትመልስ ተግባባ ለምሳሌ ብር ካንድ ሰው ሰርቀ ወይ ቀምተው ወስደ ከሆነ ለዛ ሰው ይሄን ብር ወስደ ሰርቀ ያለው ወይ ወስጀባለው እንካ ብርህ አሊያ ደሞ ልከፍልሃል ይችላል አፉ በለኝ መስፈርቱ ይሄ ነው አራተኛው መስፈርት ይህን ካላሟላን ወንጀል አይማር አላህ አገባውን በሰው ወንጀል አላህ በበኒ አደም መሃል ያለ ወንጀል አገባው በሱና በባሪያው ያለው ነው አላህ የሚመለከተው ተግባባን አንተው ከሆነ ሄደ አፉ በለኛ መቻለሁ ይቅርታ አድርግልኝ ወንጀሉን ብትነግረው ያጣላኛል ካልከ ሸፍነ አፉ በለኝ ተግባባን
ይህ አራተኛው ሸርጥ ነው صحى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث لمن قالوا لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه قالوا ان انتكو يسوچن حق يوم القيامه لتملسوات نو بغداب حتى قالوا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الكرناء الله سبحانه وتعالى دنيا لي يتبدادلوتن ملو فتح نبي ستو حتى قالوا نبي صلى الله عليه وسلم يهم قابي هون للشاة الجلحاء كان دي للات فييل وين بقال لشار كان دي اللات فييل كان دي للات وقتات كهونة الله سبحانه وتعالى كان دي للات يوم القيامة كان دي ستاتنا كان دي نبرات الوقيات إلى هذا اللي وقات ياياتشو فتحنا يوم القيامة انكفلات اللي حق خير سراك للنك حسناتش يعني اون توبا قال ادرغن كحسناتنا من كفلو وفي حديث ابن انيس بزغبوا حديث لا يقول الله تعالى يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من الى انا الملك نغسو نيني انا الديان لغاشو سجو نيني لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولاحد عنده مظلمه حتى اللطمه الله سبحانه وتعالى من الى نيني نغسو አይገባም لا ينبغي لاحد من اهل الجنه لا عند جنه سوقه አይገባም ان يدخل الجنه جنه لجبا ولا احد عنده مظلمه يليلا سو بدل اسو زنديا حتى اللطمه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى منال طفي انكو ابتو سو طفي تماته بتون يچن طفي ساتملس جنه استات جبا يي سو حق نو هي جلص نو يا الله ادلم يسو بدله كونا عفو بلي بالروس ديكور لكفل على شاركم عفو بلي قال الكو يا ونجل يوم القيامة تتيك بتال كفل تبال الله امت كفل ودمو بر الله يوم القيامة حسنانو يا الله كخير سرعي كورس كتسات الله يقول السفيان الثوري تلكو كدمي تكسنا شو عالم من الالو الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل من الذنوب التي بين العبد وبين العباد بالله مكاكلنا بباريو مكاكل يالو ونجل اسهل نوالو غرنو قلالو كمن انصار سينصصر بباروش محل قالو ونجل غا سينصصر تكبابان زينا بتسرى الله انا مسهوال ايهي ونجل الله سوتين بتبدل ايهي ونجل الله ሁለቱ سينصصر يتوኛو يقلالالو الله متامسو يكرال منو الله بتش انت دبك ادتوبت تشلال ያንኛውን ግን አችለ ግልጽ ነው መስፈርቱ ኢንሻአላህ ነማዚጅ ግን አንድሰጣችኋለሁ አንድ ሞዴል አንድ ኤግዛምፕል ነማዚጁ ሚነታኢቢን ሰለፎች እንዴ አኺራ ላይ ከአላህ ፊት ቀርበው ሂሳብ እንደሚያዙ ስለሚያቆት ዱንያ ላይ ሂሳብ አወራርደው ነበር ወደ አላህ የሚገናኙት ግልጽ ነው አንድ ታሪክ ልንገራችሁ لما حضرته عبادة بن الصامت رضي الله عنه الوفاء عبادة بن الصامت مبالون تلكون صحابة رضي الله عنه موت عفاف لين درس عبادة أخرجوا فراش إلى صهن الدار يتن يوبت فراش ودب أترقب بيوا وتقول لن يالاتشو بيت لالو سوج فأخرجوه تشكموا وتتسون ثم قال كزامن على اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي بلوا قربيتوچن بيت زمدين اني غامي غبوتن كني غا نككي يالاچو سبسبولنيا يا غرو سو سبسبولت غبي وست فقال بلوا على من على اني لا ارى يوم هذا اخر يوم ياتي علي من الدنيا ايچ قنين اياتالو كالدنيا متمطالين يمچرشوا قن اندهولچ لموتنن يالاچ وليلة هذه أول ليلة من الآخرة إيشي دمو أهون ما قينيات لليت متمشو لليت يا آخرة يا مجمري لليت نات بي قمت الله يتقبابان وإني ألا إني لا أدري لعله فرط مني إليكم شيء بيدي أو بلساني من ألبات ساراكو بج ويبملاسي قود تشاتشو ليهو ليشلا በድያችሁ ወልምያችሁ ሊሆን ይችላል ብሮስ ጀባችሁ ወይ አምጫችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ሰድብያችሁ اسالكم ان تقتص مني قبل ان تخرج روحي انجو روحي كما وطاتها بفيت አሁን متوسدوتن موسى وساني وسدوبي
ወይ ያፉ በሉኝ ወይ መታደርጉኝ እናድርጉኝ ፈደጁ ወበከው وقالوا بل كنت والدا ያሉ ማልቀስ ጀመረ ህዝቡ የተሰበሰበው ደግነታቸው ትልቅነታቸው ያቀሰለ ነበር ምን አሉ فبكوا جميعا وضجوا وقالوا بل كنت والدا እንዴት አይነት አባት እኮ ነው ለሀገር የነበርከው አንተ وكنت مربيا صوتن كباكابي እኮ ነው የነበርከው አንተ وكنت مؤدبا صون مكاري ግሳጭ ነው እኮ የነበርከው ولم تكن قلت لخادم قد تسوا ለሰራተኛ መጥፎ ቃል ተናግረህ ማጣቅ አንተን ደሞ ምኑ ነው ይቅርም እንላህብት ከዛሱ ምን አለ قال اتو اتجودونني بالدم በእንባቹ ነው እንደምትለግሱኝ وما يغني الدم الله ዘንድኩም ባቹ አይጠቅመኝም አገፈርቱ ምሊ ምራችሁኛል ልገሩ ሱብሃንአላህ فبكوا جميعا እንዳላለቀሱን አይናም አዋፉ ብለናል ከኛ ጋር ምንም የሰራው የለም ግን ካልከን ሻፉ ብለናል ከዛሱ ወደ ሰማይ ቀናለና اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ጌታ ያላህ ምስክር ነኝ ይሄው አድርሻለሁ ሱብሃን يقول ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم لقي الله الى شهادة درجنا كالله سبحانه وتعالى جتغناي نا مؤمن دنيا لين حساب وراردو مهد تغباب ونجل ذنب لن امتنا ليان كذا بالرسدنال يانسدبنال دنيا لي عفو تام تيقال ايهن دنيا لي يهن غداي قالو سرنا اخر عليك الله سنت تيقن كفنوال يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند سو يلالو اداون سايكفل صراط مشاغر يل سبحان الله الله سبحانه وتعالى قران لا يمدنا ميلو ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ان انتم كذا بحال يوم القيامه كالله في تكركرالاچو حساب تاورردالاچو سلازي اخوه الايمان رد حقوق مملس يجد واجبنا تقبابان نمازي جلستاتش عند تاريك يا عند سو توبة تاريك يه سو مالك بن دينار يبالال تلك عالي مناتشوي عالي مالك بن دينار كسلف ائمة وچوس كتابعين وچوس تلك امامي نبرو ناتشو مالك بن دينار هيوتاتشون انديت اند جمرو سنعقرو من الالو هيوتين بسكار مسكرنا يتفاو حين يجمركو تلال هيوتي هيوتي بقى مسكر متتات مزلن مال مالك بن ديران مال تلكو امام ناچو كسلفو جست بتام تلكو زاهد تبلو ميتاوكو امام ناچو يه امام من الالو هيوتي يسكركو يجمركو تلال عندي كألتات عندي كان ميستاق بچي لج مولد تمنيو فلكو الال كذابو هالا من ادرككو ميست اغباونا الله عندي سيت لجو سطعني لال فسميتها فاطمه فاطمه بي اسمان سيمكوت فاطمه القدس ما كذا فاطمه يا دغي ستمتا لبي ود ايمان يقرب متا يلا تغباب وانجل بسرات ييتو وج متتاون متت بيت يجي مغبات جمركوال فاطمه انچ ني ليكو چاير دي نبر متتاو يلال غن ياني مو يسجدال كذا فاطمه عندي كوچ بي يالو ሁለት አመት አይሞላትም ነበር ይላል መጣው መጣ መጣ በጇ ገፍታ ደፋችብኝ እኔ ያኔ አሃል ይህ የፋጢማ እጅ አይደለም አልኳል የማን እጅ ነው ያ አላህ Subhanahu Ta'ala እጅ ነው ተውያ ላይ ነው በሷ ኮብ እየተረዳው ከዛ ፋጢማ 3 አመት ሞላት ይላል በጣም ምታጓጓ ህፃን ልጅ ነበር ይችላል ፋጢማ 3 አመት ሲሞላት አንድ መጥፎ ክስተት ተከሰተ ይላል فقد ماتت فاطمه ፋጢማ ሞዳት ልጅ ሞተችብኝ ይላል አልቻልኩትም ትግስት የለኝም ነበርአል ከነበርኩበት መጥፎ ባህር የበለጠሁኝ የተመለስኩ ይላል መጠጣት መስከር ጀመርኩ ይላል በንዴ ትግስት አልነበረኝ ከዛ አንድ ቀን ይላል ሸይጣን መጣና ምን አለኝ ለተስኩረን اليوم ሰክረተን ማ ሰክርتها من قبل አለኛ ዛሬ ሰክረው ማታቆን ስካር መስከር አለባለኛ እኔም በቃ ሻልኩት ሸይጣን ስጠጣ በጣም ስጠጣ በስካር መንፈስ ህልማይኔ ለየተ መሽገርገር ጀመረ ያሉ ከላይ ወደታች ከዛ ወደኩና አንድ ለተውባ ብር የከፈተልኝ ህልማይ ይብላል ልክተኝች ያሉ ከአንል ቂያመ ተከድቃመት ቂያማ ይቆመ መሰለኝ ያሉ አላህ በህልም ነው የሚያሳያቸው ፀሐይቱ ጠቁራለች
سو الله فيت ليه تسبسبوال بحر ينادال واذا البحار فجات اذا سو مال محشر الله فيت ليكمن تطاريك الله بكل تطاري يطرال من يال يطرال يا فلان ابن فلان اكلي يكلي لجوي وطا على الله لحساب لما تسسبر يطرال لك يا سوي اندي بلو سيطرى يتغير وجهه اسودا في توك السم بلال بسلمت لك سو سيطرى قوينا يني سم تطرال مالك بن دينار اخرج للعرض على الله كالا فيت لمقوم وطا تبالكوال ياني سو اند الله كبابي يطفاني لالو هلماچون تاريخاچو دي سيتقس كزام كفيت لفيتي رجم تلك زندو ياباري يغبال اني سروط اسو سيكتلني عند شماغلي منغر لا ياغني بدمي يغفا دولا يتمركز كزاني منالكوت يا شماغلي انكذني اباك ادني سلو تكبلو ايينينا اني شماغلي ني انديت بيي نو مادن اسكي تدن كونه بزا كبابي روط عليا مروط جمر يا باب يكتلني كوالاي سيكتلني سدر سات نو كفيت لفيتي قلت افر من الثعبان لالقيا في النار كباب عملتش ساعت وسط راسي لتر ايهون مالكونا زوري روتكم سروت يانشما غلي زوري ياغنيو تيلالو هلماچو لينو سبحان الله كذا ان سومتش انشدك الله انكدني بالله يهون بعدني سلو اجزني يرداي سلو اب علقس له هنيتاينا منالني انديت بيي لادن لجي ني دكام با اندمتاي اسكي تدن كونه ودزا ترارا روت عليا ودزا ترارا مروت جنبرو كيلالو سروت كتراراو لي حصانات تسبسوال كذا حصاناتش مبر يتارار يا فاطمه انقذي اباكي لال فاطمه وي اباتش نباب لي بلاون عدني لواتن ايهن سيطارو اني لجي لكا ب 3 عامته يموتش بي لجي علي لتادني نو يدس يالي ود ترارار روطال لك تراراو لي سيدرس اني بقني جوايزا ابابون ديارغا طالچ فاطمه يلال كذا الدنيا لي ادرغات اندنبر قلبتي لا اسقمت قوتنا تاورى يجمر يا ابتي اباتي انديت نالجي كذا لجي وي اسكي نغرني هي وي قويلنا يا راو ميارروطي مندنو الفتا انت اباتي يكو الدنيا اللي تتسراو ينبر وانجل يا كتاتل لي بال انتني اوفركو اندي ادرغ وي وانجلي راو ايش يا نسا شماغلي سو يمندنو ذاك عملك الصالح يا ما خير سرحنا كن دكاما نو ليادنا هالشال انت ادكمكو اندي ادرغ كذا بوالا عند قران قراتشلنيالا منين الم يئني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر لان ذا من لباتشو لا الله قصاص يمفرابت غزي الدرسم وي ميلون ايات انببتشلنيالا لك نيم كنقلفي يجوكو تنسو يلا نعم انا الوقت يا رب او غزيو درسوال جيتي يالكو يالقسو تنسو تنساونا شاورو سجي تاتب قدواروكونا ودى مسجد مهر جمر قلال مسجد قبتش السبحي سسجد امامو يا مسجد امام راسو اتشين مقرافية كرات نبا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكري وتبت إلى الله ودى الله هلقش يتملس قلال لزانو كذابوها لا تلك امام هنو تلك هزبون سبسمو مياستمر امام تعلق عليمون ودو نها مسجد بر لحزبك وطابو على يقومنا يا عبد العاصي تب الى الله يلو نبر كل ما تامات انت الله ني امسك باريوي ود جيتا تملس يالو ميالقسو امام نبرو مالك بن دينار عندي بتام ميغرماچو يي امام تلك عالم كهونو بوالا بيتاچو وسط عند كان ذكر يادرغو ياله عند ليبا لي سرق جبا بيتاچو ሌባ ሲገባ አሳቸው በጥግ ነበሩና ያስተውልታል ምን እንደሚሰርቅ ያ ሌባ ሲፈልግ ሚሰርቀው አጣ ቤታቸው ምንም ይለ መረረውና ተቆጥቶ ሊወጣ ሲል ምትሰርቀው አጣ ነው እንዴ አሉት አው ቤቴ እንደው ማደሱ ነው ወደፋር ናንግዳ ሚሰርቅ ልስጣሉትና የውዱሃ አዱ አድርገው ሰጡት እስኪ ዱአ መጀመር ውዱ አድርገ መጀመራል ውዱ አድርገ ረካተን ሰገደ እጁ ያዙትና መስጂድ ይዘውታል አብራቸው ግሳቸው ተከትሎ ሰገደና ሲያበቃ እሳቸው ሊወንበር ላይ ቁጭ ብለው ህዝቡ ማስተማር ሲጀምሩ እሱን አምጥተው ጎናቸው ቁጭ አረጉት ህዝቡ የመስጂዱ ሰው ተገርሟል ከኢማሙ ማሊክ ኢብኑ ዲናር ጥግ ተቀመጠው ምን አይነት ዓሊም ነው ይታ ገሪ መጣ እንግዳ ነው ብሩ ህዝቡ በትኩረት እንዲያስተውቋቸው ፈልጎ ያ ኢማም ምን ዳከረጁን ይሰው ማን ነው አሏቸው አስተውቀን እንጂ قال اما هذا جاء ليسرقنا فسرقناه ايش ما تاع السرقه المتاعيا سرقناه
مالك ابن دينار عند اين تلك امام توبه شروطنا اموال تندينا مونا دق سو كذا بحال يا وانجلت اديس فطور اديس سو اشي توبه اندان توبت امياقد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اداديس اسلاماوي دعواوت وقتاوي مرجاوت انديهم يتلايو اسلاماوي فيديوت اندي درساچو سبسكرايب يادرغو يدول ملكوتونم يچانو